السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا ومرحبا بكم في هذه الترجمة لكتاب Outsider Etude de Sociologie de la Deviance كتاب Outsider الغرباء للسوسيولوجي الأمريكي وورد بيكر دراسات حول سوسيولوجيا الانحراف إذا كنت قد قدمت في الحلقات السابقة ترجمة مجموعة من الفصول في هذه الحلقة سوف أحاول تتمة ترجمة الفصل الأخير اللي هو الفصل العاشر الفصل العاشر بعنوان نظرية الوصم إذا كنت وصلت إلى الصفحة 218 خبلم مغو إذن سوف لن أعيد قراءة بداية الفصل العاشر وإنما سوف أتم الترجمة إذن بروبلام موغو إشكاليات أخلاقية إشكاليات أخلاقية طبعا التي تطرح للباحث دي بروبلام موغو أباريس دون توت لي سوسيولوجيك فالإشكاليات الأخلاقية مرتبطة أيضا بالقيم تظهر في كل البحوث السوسيولوجية mais ceux que posent les théories interactionnistes sont particulièrement provocants ولكن تلك التي تطرحها النظريات التفاعليه هي على الخصوص مستفزه سي ثيوري هاته النظريات ont reçu des critiques morales فتلقت انتقادات اخلاقيه قيميه طبعا من الوسط du centre et de la droite من الوسط وايضا من اليمين السياسي السياسيين دو لا غوش من اليسار ايضا سياسي اي دو لا دي وكذلك من الجناح اليساري لسوسيولوجي الميدان كل هذه التيارات السياسيه انتقدت نظريات التفاعليه اون ليزا اكوزي دو كونفورتي فتهمت كونها تدعم وتشجع العدو بمعنى العدو اللي هو بمعنى السلطات القائمة بالنسبة للبعض يعني بالنسبة لليساريين عدوهم هو السلطات القائمة أو يعني ليزادفيسار خصوم النظام العام والنظام القائم بالنسبة للآخرين أون ليزا أكيوزي دو سوتنير أوفيرتومون دي نورم نون كونفونسيونال فاتهمت أيضا بأنها تدعم يعني معايير ليست طبعا <hesitation> كونفونسيونيل ليست متفق حولها و دو غوفوزي دو سوتنيغ دي بوزيسيون اوستيل او, أو بوفوار ايتابلي و ايضا تهمت النظريات التفاعلية بكونها ترفض دعم طبعا المواقف التي تكون عدائية للسلطات القائمة و اونكور تالي لا بوزيسيون دو لال غوش دو دي سوسيولوك دو تيران بارت دو باغاتر سوتنيغ دي كوز أو مثلا وهو موقف الجناح اليساري للسوسيولوجي الميدان اتهموا النظرية التفاعلية بكونها تبدو كونها أنها تدعم قضايا التي تكون عدائية للسلطة القائمة ولكن في نفس الوقت فهي تدعم بطريقة يعني حادقة يعني وذكية النظام القائم لي النظريات التفاعلية كنظريات تخريبية، واعتبرت تخريبية. دون كريتيك، العديد من الانتقادات، سيغتان كونسيرفاتور، دوترون يعني بعض الانتقادات هي محافظة وأخرى يعني في الطرف المقابل، ترى بأن النظرية التفاعلية للانحراف فهي اتاك اوفيرتومون، ودو مانية كاشي لا كونفونسيونال. فهي ترى بأنها تهاجم بشكل مفتوح وواضح أو بشكل متخفي تهاجم أخلاقية يعني الأخلاق التقليدية والأخلاقية ما يسمى بلا موغاليتي كونفونسيونال لأنها ترفض بشكل متعمد ترفض قبول التعريفات التي تعريف الانحراف ما هو يعني ترفض هذه النظريات تعريفات المقدمة من الآخرين حول ما هو الشيء المنحرف وغير المنحرف وبالتالي فهذه النظريات هي تسائل المسلمات التي تعتمد عليها المنظمات الرسمية التي تهتم بالانحراف لو كتب يعني أحد الباحثين اسمه لو مثلا فيو في الوهل للوهلة الأولى يعني هذا هذا كلام ل لو للوهلة الأولى لا سوسيولوجي دو لا ديفيونس سومبل سومبل بروبوزي اون مانيير غولاتيفمون ديتاشي اي كو ديتيدي سيغتان تيب دو بروبلام يعني الوهلة الأولى تبدو سوسيولوجية الإنحراف أنها تقترح طريقة يعني علمية وبعيدة طبعا عن الجانب الذاتي وكونها تدرس يعني بعض المشاكل الاجتماعية سوبوندون سون شوا لكن لكن مع ذلك فاختيارها للمواضيع يعني سوسيولوجي الإنحراف سون مزاجها إلى آخره فهو يعكس موقف معين موقف نقدي للإيديولوجيا السائدة للقيم وطبعاً قيم المؤسسات السائده. التي طبعا تعتمد او التي المكلفه بالضبط الاجتماعي سلو تحت يعني سلطه الدوله. دون اذا في صياغتها المتطرفه لا ديفيونس اي يعني يوصف الانحراف بكونه نتيجه القرارات العشوائيه Qui renvoie au processus par lequel les groupes cherchent à créer des conditions pour accroître leur pouvoir ou perpétuer des valeurs établies et des modes de comportement. Et donc, la sociologie de la déviance laisse ainsi l'impression que les institutions chargées du contrôle social sont décrites et analysées avec l'intention de révéler leurs échecs de ce qu'elles essayent de faire. Et donc, la sociologie de la déviance, المؤسسات المكلفة بالضبط الاجتماعي توصف وتحلل طبعا بقصد أن نكشف فشلها إذا من خلال سوسيولوجيا الانحراف وكذلك نكشف تجاوزاتها إلى آخره sur les droits inaliénables اي يعني طبعا من خلال هذه الزاوية فسوسيولوجيا الانحراف relève euh, davantage فahie, euh, euh, la critique sociale. Yani, yotabir, Donc relève davantage la critique sociale. Elle offre peu de choses pe -cho pour faciliter et encourager le genre de décision et de réglementation actuellement nécessaire afin de préserver cette qualité unique de notre société. يعني هذا هو من النقد الموجه لها كونها انها لا تعطي يعني اشياء ولا تقترح اشياء من اجل اتخاذ قرارات الى اخره وكونها ضد مجموعة من الاشياء طبعا الموجوده في المجتمع لي كريتيك كي دو بونس فهذه هذه الانتقادات الموجهه او التي لديها ردود الافعال كهاته تعتقد بان que la décision de principe de هاته الانتقادات التي تقوم بردود الأفعال هاته تعتقد بأن القرار المبدئي بأن, بأن السوسيولوجيا الانحراف ستعالج طبعا ستعالج القضايا طبعا ستعالج وجهة النظر الرسمية والتقليديه أو ستتعامل معها كمواضيع للدراسه بدل القبول بها كحقائق يعني يعتبر هذا الأمر بالنسبه لهم هجوما خبيثا ضد النظام الاجتماعي. إذا هؤلاء المنتقدين للنظريه التفاعليه يعتبرون بأن دراستها لمجموعه من المواضيع ومحاوله يعني نقدها يعتبرون أن تلك الدراسه هي لتقويض النظام العام. روفونو على سنرجع الان الى النقد الذي يؤكد بان نظريه الوصم فهي تخلط يعني بطريقه لا يمكن معالجتها so, فهي تخلط البعض يعتبرها انها تخلط ما تش... يعني تقترح شرحه او تفسيره بالتفسير نفسه سي اون تريت de l'acte par ceux qui réagissent mais quand on admet en même temps l'existence de quelque chose de déviant qui se situe en réaction alors la déviance doit d'une façon ou d'une autre exister avant cette réaction et donc ils disent que si nous voulons rétablir l'inharachement parce c'est un problème de définition de définition de l'acte par les personnes qui s'y réagissent les personnes qui se réagissent par Certaines critiques qui n'ont pas enterré leurs commentaires sur les réelles difficultés logiques que j'ai examinées précédemment insistent par contre sur l'existence d'une propriétés de l'acte qui doit pouvoir être considérée comme déviant, des déviant des indépendamment de toute réaction. بعض الانتقادات التي وجهت للنظريه التفاعليه فهي طبعا تؤكد على آآ آآ وجود خاصيه للفعل فعل يعني الانحرافي والتي دو بوفوار والتي يعني نعتبرها يعني تلك الخاصيه بان ذلك الفعل منحرف باستقلال عن اي رد فعل بمعنى أن هناك فعل انحرافي باستقلال عن ردود الافعال يعني ردود الافعال الشخص الذي يقوم برد الفعل او يعني يصف الانحراف يعني لا معنى يعني في هذا هادال في هذه الحاله فهو طبعا لا تاثير له il situe généralement cette propriété dans le fait que l'acte va يعني يموضعون بصفة عامة هذه الخاصية خاصية الفعل الانحرافي كون هذا أن هذا الفعل يتجاوز أو يخترق يعني معيار من المعايير الاجتماعية المعروفة il juge pervers لي <applause> هم يعني يعتبرون بأن المنظرين الذين يرفضون بالاعتراف بأن بعض الأفعال هي في حقيقتها انحرافية، لأنها طبعا لا تحترم بعض المعايير. يعتبرون هؤلاء المنظرين الذين يرفضون هذا الامر يعتبرونهم منحرفين مي لي دو تيوري انتيراكسيونست كي نو سون با سبيسيالمون بيرفير اون مي لاكسون سور لانديبوندونس ريسيبروك دو لاكت اي دو لا رياكسيون كريون ان اسباس دو بروبريتي ا كاتر ولكن الم... يعني ال... يعني باحثو او الذين ينتمون الى النظريات التفاعليه التفاعليون هم ليسوا والذين ليسوا طبعا منحرفين، فهم ركزوا على ما اسموه بالاستقلال المتبادل للفعل ورد الفعل، بمعنى انهم اعتبروا ان الانحراف يتكون من الفعل ورد الفعل، يعني رد فعل المجتمع، ومن هنا فهم انشاوا فضاء يعني متكون من من خصائص، يعني وهذا الفضاء طبعا له اربعه يعني فاربع خانات. من خلال الجمع بين متغيرين المتغير الاول وهو متغير لاكومبليسمون او نون اكومبليسمون بمعنى القيام بالفعل انحراف او عدم القيام بالفعل المحتمل انه منحرف مع يعني جمع هذه هذا المتغير مع متغير اخر وهو ليكزيستونس او لابسونس دون رياكسيون وجود او غياب رد فعل يعرف الفعل يعني كم... كانحراف الفعل كانحراف اذا الجمع بين هاتي بين هاتين بين هاتين المتغيرين يعني انه هناك اربع خانات، هناك فعل منحرف فعلا ويوصف بانه منحرف، وهناك فعل غير منحرف ولكن يصنف كونه منحرف من طرف المجتمع، وهناك فعل منحرف ولا يوصف كونه منحرف من طرف المجتمع، وهناك فعل ليس منحرفا ولا يصف بكونه منحرفا، إذا هناك اربعة انواع من الافعال، فعل سأعيد، فعل منحرف. ويوصف من طرف المجتمع ويُعرَّف على كونه منحرفا، وفعل غير منحرف لكنه يوصف ويُعرَّف في المجتمع كونه منحرفا، وفعل منحرف فعلا لكن لا يوصف في المجتمع بكونه منحرفا، وأخيرا فعل غير منحرف ولا يوصف ولا يعرَّف في المجتمع على كونه منحرفا، هذه هي النظرية التفاعلية أتت بهذه التقسيمات.

ادت الى انه ان 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 الانحراف يطبق غالبا على يعني صنفين دو كاتيجوري داكت يعني صنفين من الفعل التي تعرف كونها منحرفه سو كو سو سي سواء هذا الفعل ارتكب او لا اذا الاشكال يقع عندما تصف نصف افعالا بكونها انحرافيه سواء وقع الفعل الانحرافي فعلا ام لم يقع، يعني الاشكال في التعريف، اذا النظريه التفاعليه هي تقول بان الاشكال بالنسبه للانحراف هو اشكال في التعريف، تعريف الانحراف، لا ديفينيسيون دو لاكت وفي رد الفعل، لا كال كالسوسيت، يعني رد الفعل التي يعني يكون للمجتمع تجاه ذلك الفعل. ne souhaitent pas paraître approuver la classification dépréciative d'actes comme potentiellement déviants. Par cette réticence, ils reconnaissent le caractère intrinsèquement situ situationnel des normes qui existent seulement dans un consensus perpétuellement renouvelé d'une situation à une autre, plutôt que comme une incarnation spécifique et persistante de valeurs de base. Et donc, يعني لا يريدون ان يعني يؤكدوا هذا التصنيف المهين للافعال كونها يعني من المحتمل انها منحرفه فهم يعترفون بطابع يعني الانترنسيك مونستيتيوشنال طبعا طابع سياقي لهذه المعايير المعايير التي توجد اكزيست سولمون دون ان كونسنسوس perpétuellement renouvelé فالمعايير هي توجد يعني في اطار اتفاق

وهذه الحاله الثالثه وهي لا كومبليسمون دان اكت يعني القيام بفعل انحرافي المحتمل انه يعني مون ديفيون من المحتمل ان يكون منحرفا سون كيل سوا ديفيني انسي دون ان يعرف كونه منحرفا ثم ديفينيسيون كوم ديفيون ثم تعريف فعل كونه منحرفا سون زاكومبليسمون افكتيف دون القيام يعني, فعل يعني فعليا بهذا الفعل ثم الكوإكزيستونس دو لاكت، ثم يعني طبعا عندما يكون طبعا وجود الفعل لاكت انحرافي وتعريفه ايضا، يعني وجود الفعل طبعا فعلا وايضا تعريفه يكون، إذا هذه ثلاثة حالات من الأفعال، فعل انحرافي طبعاً الفعل ممكن أن يكون منحرفا دون أن يعرف كذلك، فعل Euh, yani Celle-ci réside dans l'interaction entre l'ensemble des parties impliquées. Pour revenir à la question plus générale précédemment évoquée, la véritable attaque contre l'ordre social consiste à insister sur le fait que toutes les parties sont des objets qu'il convient d'étudier.

أه كل الـ الـ انها تدرس كل الاطراف المتدخله وكل اشياء كل اشياء طبعا وفي نفس الوقت تدرس كل الاطراف كل المتدخله في, 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 في الانحراف ف التعريف الكلاسيكي لحقل الانحراف كان فقط هو دراسه الاشخاص الذين من المفترض انهم ارتكبوا مخالفات او اخترقوا بعض المعايير التي هي معايير من النظام العام او من النظام الاجتماعي فهذا هو التعريف التقليدي لكن النظرية التفاعلية أتت بالجديد كونها تقوم أيضا بدراسة أيضا الأشخاص الذين ينشئون المعايير أي الأشخاص الذين يحكمون على الآخرين بكونهم منحرفين ما يسميهم هوورد بيكر خب دو مغال مقاول الأخلاق طبعا الاشخاص الذين ينشئون المعايير وايضا الاشخاص الذين يسهرون على احترام تلك المعايير مثل الشرطه مثلا اذا هو يدرس الانحراف هو بكر من خلال الفعل ورد الفعل دونك الفعل وتعريف من خلال تعريف الفعل من خلال لا ديفينيسيون ورد الفعل

كل الاطراف المتدخله سندرس مثلا في قضيه مثلا الجريمه سندرس الجريمه او الانحراف مثلا تدخيل الماريجوانا سندرس المدخنين والاسر والاصدقاء والمجتمع والذين يشرعون القوانين والشرطه كل هذه الاطراف تتدخل في قضيه استهلاك الماريجوانا لي ريتيسونس دي زانتياكسيونست دوفون لي كونفونسيونال اذن فتحفظات او التحفظ التفاعليون تجاه النظريات الاخرى التقليديه للجريمه ادى بهم انهم أه, سيرفضون سيتخذون مواقف نقديه تجاه تاكيدات السلطات وايضا ما يسمى بالموغاليتي الاخلاقيه طبعا التقليديه سوكي سوسيتي ان كونتر كو مما ادى الى ارتداد دي بورت بارول ومما ادى الى ان هناك ارتداد من طرف الاخرين يعني الذين سماهم ب الناطقون الرسميون والمدافعون عن عن هذه النظريات وطبعا عن السلطات اذا فهناك هناك النظريات التفاعليه او التفاعليون انتقدوا النظريه التقليديه لدراسه الانحراف وطبعا تلك النظريات كانت تتماهى وتتماشى مع السلطات القائمه إنسى لي euh, contre les analyses interactionnistes اذا ainsi les les les, les personnels de la police مثلا وهكذا ف يعني موظف الشرطه يؤكدون بان اغلب الشرطه يعني هم اونيت صادقون ولديهم مصداقيه او يعني امناء اونيت باستثناء البعض بعد ما بعض يعني البعض لي ريشيرش سوسيولوجيك qui montre que les irrégularités dans le comportement de police découlent d'impératifs لكن الابحاث السوسيولوجيه بينت بان تجاوزات والمخالفات الموجوده في سلوك الشرطه هي موجوده بنيويه هي مساله بنيويه دونك ديكول د امبيراتيف ستيكتورييل انسكري دو ل اونيغازاسيون ف هم الشرط يعني رجال الشرطه هم يؤكدون بان اغلب يعني رجال الشرطه امناء ولا يرتكبون مخالفات الى اخره باستثناء البعض لكن الابحاث السوسيولوجيه كما اشرت بينت بان مخالفات المخالفات في سلوك واداء الشرطه هي بنيويه يعني وتنبع من تنظيم العمل عمل الشرطه وهذه الدراسات سوف يعني تجلب رد فعل من طرف الشرطه سوسييد دو لابار دو لابوليس دي غياكسيون فاذا فالشرطه يعني او الشرطيون الى اخره أو اوليجار الشرطه سيرفضون هذه الابحاث الاجتماعيه او السوسيولوجيه دو مام ان سي نو افيرمون كو لا مالادي مونتال اي تافير دو ديفينيسيون سوسيال نو سوبجيكت كو لي جون انترني دون لي ازيل سيكيتري سون ريالمون مالاد في نفس الوقت يقول هورث بيكر اذا اكدنا بان المرض العقلي فهو عنده له علاقه ايضا بالتعريف الاجتماعي بعض الاحيان المرض العقلي هو يعني آه ناتج عن تعريفنا تعريفنا للمرض العقلي يعني يمكن ان شخص يكون غير مريض عقليا ويصنف كونه مريض عقليا فاذا مثلا اعتمدنا آه يعني هذا الموقف يقول هوارد بيكر سيعترض علينا البعض بكون ان الاشخاص المحتجزين Et les Cette réponse est à côté de la question du caractère social des définitions, mais porte sur le problème moral qui l'accompagne, en suggérant que les psychiatres, après tout, savent ce qu'ils font. Les théories interactionnistes comme théories favorables à l'ordre établi. Et, et donc, comme dit, من, يعني, les solutions de من ايضا النظريات التقليديه انتقدت النظريات التفاعليه وواجهتها هناك ايضا انتقادات اخرى من اليسار فبعض اليساريين من اتجاه من الاتجاه اليساري ايضا انتقدت النظريه التفاعليه فلأنها لان النظريه التفاعليه تلقت انتقادا من الطرفين واعتبرت كونها فافورابل لوردر ايتابلي فهي تدعم الوضع القائم بور لي ريزون كي فيان داتخ افونسي لي تيوري انتي باريس يعني بالنسبه يعني نظرا للاسباب التي ذكرت والاشياء التي ذكرت فالنظريات التفاعلي في الاصل هي تبدو كونها تميل الى اليسار انطونسيونيلومون او نو ايل سون كوغيسيف اونفيرغ لي بوت دو بونسي كون اذا فهي سواء عن قصد او عن غير قصد فالنظريات يعني التفاعليه هي مزعجه للمؤسسات القائمه وللتفكير القائم والنمطي لكن في نفس الوقت نيوم ولكن مع ذلك هذه النظريات التفاعليه اونتيتي كريتيكي بار انتقدت ايضا من طرف اليسار d'une façon qui l'homologue des objections du point de vue centriste il donne une touche date même tarif les بنفس la rigueur latine ou signe une touche date, tabac en binôme, la rigueur latine touche date, beham tarif signe le le les alouettes de même que ceux qui approuvent les institutions existantes n'apprécient pas la manière dont les théories interactionnistes mettent en question leurs postulats il donne tabac نفس الشيء، يعني فالل... فالذين يعتقدون بأن المؤسسات القائمة فاسدة، فهم أيضا يحتجون ضد النظريات التفاعلية، كما يفعل الآخرون الذين يعني يرفضون النظريات التفاعلية، لأنها تسائل مسلماتهم وشرعيتهم إلى آخره. إذا حتى الذين يعتبرون مؤسسة القائمة فاسدة يعني بمعنى اليساريين هم أيضا ينتقدون نظرية التفاعل لماذا؟ لأنها لا تصرح أو لا تعلن صراحة العداء بشكل واضح للمؤسسة القائمة لزان et les autres se plaignent d'une من موقف اخلاقي غير واضح وغامض بالنسبه للتفاعليين اي سيتو لو بروبليم دون اون ايديولوجي مال كونتروز دو لانديبوندونس بارابور او فالور كي بريتون على نوتراليتي الوغ كال اي بوز اون فيت سوا اون ايديولوجي دو غوش سوا اون ايديولوجي ليبرال اذا فهم ينتقدون النظريه التفاعليه ويعتبرون ان موقفها غامضا كما اشرت ينتقدها الطرفان سواء اليمينيون او اليساريون سواء انصار النظام القائم او المعارضين كلاهما ينتقد النظريه التفاعليه او ينتقد النظريه التفاعليه لدراسه الانحراف. ويعتبرون بان بانها هي في الحقيقه لها ايديولوجيه ولو ادعت الاستقلال ولها ايديولوجيا اما احيانا تكون تميل الى يعني اليسار او يعني تميل الى الليبراليه. فطبعا هناك صعوبه La difficulté provient évidemment de l'équivoque de la notion de neutralité éthique. Tous les sociologues, je suppose, admettent un principe, étant donné une question et une méthode, pour lui trouver une réponse, n'importe quel chercheur, quelles que soient ses valeurs politiques ou autres, devrait aboutir à peu près à la même réponse, celle qu'impose rigoureusement les faits constatés, quoique. إذا ففي الحقيقة كل السوسيولوجيين فهم يعترفون بمبدأ أنه إذا كان هناك سؤال فالمنهج الذي نعتمده يجب أن يؤدي إلى نفس الجواب، يعني بمعنى أنه لا يجب أن نتدخل وإنما نعتمد على الوقائع ولا على طريقة تفكيرنا أو كيف نفكر نحن في تلك الوقائع وإنما نعتمد على وقائع علمية. Dans la mesure où un sociologue de gauche propose de fonder une action politique sur les résultats de ses recherches ou celles des autres, il a l'intérêt à s'efforcer d'améliorer ses résultats avec l'espoir que c'est possible, sinon ce que ses valeurs l'ont empêché de prendre en compte risque de faire échouer ses actions. On peut opposer aucune obje objection à cette formulation simple, mais tous les chercheurs en sciences sociales manquent au moins en partie ce but et leur échec résulte peut-être de leurs valeurs. Il se peut que nous déconscient, euh, mal les citoyens noirs dans le recensement parce que nous ne voyons pas de raison de leur accorder ce surcroît d'attention que leur mode de vie nous imposerait. Il se peut que nous nous échouions, nous échouions à étudier la corruption de la police parce que nous ne voyons, croyons guère à la réalité de cette corruption. Et then, yقول, هي من التي نملكها قد تؤثر على البحث يمكن مثلا عندما دراسه مثلا في دراسه معينه ان لا نعير اهتمام كبير للسود في دراسه معينه او مثلا اننا يعني لا ندرس فساد الشرطه لاننا نعتقد مسبقا بان بان فساد الشرطه ليس حقيقه يعني ندافع نحن عن الشرطه يعني حسب الموقف الاخلاقي الذي نمتلكه Il se peut que nous tentions de comprendre les mouvements de protestation politique en examinant la personnalité des protestataires et que nous donnions à entendre par là que les institutions contre lesquelles ils protestent ne jouent aucun rôle dans la jeunesse de leurs actes de contestation. Il se peut aussi que nous fassions un travail qui aidera les autorités à venir à, à, à bout des fauteurs de troubles comme cela serait le cas si les autorités sco scolaires, les employeurs et la police pouvaient utiliser pour éliminer les fauteurs de troubles potentiels

Quelques-uns de ces difficultés découlent de l'incapacité de la sociologie à prendre en sérieux la recommandation que l'on trouve dans presque toutes les présentations des principes de base, mais qui est peut-être le plus clairement formulé dans la théorie interactrice. étudier toutes les parties. احد الصعوبات تاتي من من العج عجز السوسيولوجيا عن انها تاخذ بالتوصيه المعروفه في 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 النظريه السوسيولوجيه وفي او في كل الابحاث وهي توصيه متعلقه بانه يجب ان ندرس كل الاطراف المشاركه في وضعيه ما وعلاقاتها يعني ناخذ بعين الاعتبار كل الاطراف اذا تتبعنا هذه التوصيه نسوغ اوتوماتيكمون امني ا ايتودي وبالتالي سوف بشكل الي سوف ندرس الفساد الشرطه لا ال اكزيست اي كلكو رابور افيك لوبجي دو نوتغ ريشيرش اذا سوف ندرس ايضا فساد الشرطه دو نو وسوف ندرس بنفس الطريقه يعني الحركات الاحتجاج الاحتجاج السياسي الى اخره اذا اون سوسيولوجي indépendante des de valeurs qui, qui suivraient rigoureusement ses propres préceptes ne devrait pas déranger la gauche de cette manière. Iden, ida kan ida kant honak sociologiee mustaqilla an al qiyam yani euh, indépendante des valeurs mustaqilla an an qiyamina wa an mabadi'ina wa tattabi' bi tariqa sarima wa 'ilmiya al mabadi' la yajib كما يقول هوورد بيكر لان هوورد بيكر هو هو يتقاسم مواقف اليسار ولكن يقول بان اليسار او اعترض اعترضوا على النظريه التفاعليه لماذا لانها لم تتخذ مواقف واضحه وعدائيه من السلطه القائمه بينما هوورد بيكر يقول في يعني رده بانه نحن باتباعنا المنهج العلمي لا نتخذ مواقف يعني ايديولوجيه

la qualité de sociologue professionnel confère-t-elle un droit quelconque à une opinion particulière en matière de morale et de politique Mais dans le reste de l'année, il faut que ce soit un peu plus simple que nous ayons une question d'établir les notations. Qu'est-ce que nous avons fait pour les notations et nous avons fait pour les notations Nous constatons que les sociologues ont pu se prévaloir d'une compétence là où elle est garantie en ce qui concerne les conséquences de diverses politiques. Et nous constatons qu'ils ont pu être spécialement sociaux des intérêts qu'ils servaient. Mais il est plus difficile de justifier l'affirmation selon laquelle les sociologues, du fait de leur science, possèdent un savoir spécifique ou même un droit à retenir notre attention en ce qui concerne les questions morales. Pourquoi Parce que la science, comme nous le disons, est indépendante des valeurs. Nous en venons donc à faire des distinctions subtiles impossibles à maintenir en pratique. يقول طبعا ولكن مع ذلك فنحاول اننا نضع تمييزات حادقه ولكنها نميز يعني يعني بين الجانب بين جانب القيم والمبادئ وبين الجانب العلمي والبحث العلمي لكن في الواقع وفي واقع الممارسه صعب جدا impossible يعني à um, um, maintenir en pratique entre la sociologie sociologue يعني من الصعب جدا أن نميز في الواقع الميداني بين السوسيولوجي عملنا كسوسيولوجي وبين السوسيولوجي كمواطن إذن بين السوسيولوجي كعالم كم وبين السوسيولوجي كمواطن عادي يعني يقول بأنه السوسيولوجي عندما يذهب إلى الميدان ويريد دراسة موضوع ما لا شك انه مهما حاول ان يكون علميا وموضوعيا فمن الصعب جدا انه يتخلى عن مبادئه تماما وعن ذاته كار نو سوم توس داكور سور لو في كي لي او سوسيولوج سوسيولوج سيتوان دو بروندر دي بوزيسيون مورال اي ميم كيل نو بو ايفيتي دو لو فير يقول لانه نتفق جميعا بانه مسموح للسوسيولوجي الذي هو كمواطن في يعني في ثوبه يعني كمواطن مسموح له باتخاذ مواقف اخلاقيه ومبادئ بل لا يستطيع ان يتجنب ذلك يعني بمعنى انه لا يستطيع ان لا يتخذ مواقف لابد ان تكون لديه مواقف نحن لا نستطيع يقول باننا نحافظ على هذه التمييز او التمييز بين بين عملنا كسوسيولوجيين ومواطنين ونستطيع ان نميز ذلك على مستوى التطبيق كما اكد ذلك ايدال ايدال سنه 1955 اكد على الامر بطريقه مقنعه الى تام بوسيبل اذا فمن المستحيل اننا نفصل نيتمون ليتابليسمون دي يعني نفصل بشكل واضح تاسيس الوقائع بناء النظريات العلميه وصياغه الاحكام الاخلاقيه Quoi que l'on puisse déduire logiquement ce qui devrait être fait à partir des, 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 des prémices concernant ce qui est, les jugements moraux responsables dépendent énormément de notre appréciation de l'agencement du monde et des possibilités de le modifier. Ces appréciations reposent sur un bon travail scientifique. Elles influencent nos décisions éthiques en ne faisant apercevoir toute la complexité morale de ce que nous étudions la manière particulière dont nos engagements éthiques fondamentaux se concrétisent dans une situation donnée et la convergence les recoupements ou les conflits qui existent entre nos engagements moraux contingents envers des valeurs comme la justice la santé l'indulgence ou la raison. Et هنا يؤكد يعني نستطيع أن نفصل بين قيمنا ومبادئنا وبين العمل العلمي ولو اننا اردنا ان يعني نميز بين الامرين لكن يصعب لابد ان يكون هناك تاثير للجانب الاخلاقي على او الجانب ديال المبادئ على الجانب يعني العلمي الموضوعي نوتخ ترافاي اذا عملنا سلاف فهو سلاف كونتينيالمون دي يثير دائما وباستمرار اشكاليات او مسائل اخلاقيه اللي كونتينيوالمون فعملنا فباستمرار هو موجه عن طريق اهتماماتنا الاخلاقيه وتوجهاتنا الاخلاقيه نو فولون با كو نو فالور دو لا فاليديتي يعني لا نريد او لا نرغب في ان القيمنا قيمنا واخلاقنا يعني مبادئنا الاخلاقيه وقيمنا الى اخره المجانب الديني وكل الاشياء سوف تؤثر على يعني نوتغ استيماسيون تقديرنا لصلاحيه التاكيد او التاكيدات التي نتوصل اليها او النتائج المتعلقه بالحياه الاجتماعيه ولكن مين نو ولكن لا نستطيع ان نمنع طبعا تلك القيم من التاثير على اختيارنا للمواضيع لكذلك الفرضيات وإستعمالنا للنتائج وهذا التاثير لا يجب ان يزعج ان يزعجنا او يقلقنا في نفس الوقت لا نستطيع ان نمنع تاثير ما نتعلمه ومن الم... يعني ما ما نصل اليه طبعا من معرفه معمقه على ايضا احكامنا الاخلاقيه والقيميه يعني احيانا يكون تاثير متبادل بمعنى ان العلم يؤثر على قيمنا واخلاقنا وافكارنا بغاف باختصار لا سيونس اي لا مورال سانتيغ يعني العلم والاخلاق تتداخل إذا هنا يؤكد على هذه المساله هناك تداخل بين الجانب يعني العلمي الصارم وبين موقف الباحث مجموعه من الباحثين يختارون مواضيع يختارون مواضيع لان تلك المواضيع تهمهم يعني تجد مثلا امرأة لديها مواقف معينة سوف تشتغل على مثلا سوسيولوجيا النوع إلى آخره هناك مثلا بحث يعني باحث آخر لديه ميولات معينة سوف يشتغل على مواضيع في تلك الميولات إلى آخره بعض الأحيان يعني من دون شعور يعني مواضيعنا التي نختارها هي من أجل تعزيز مواقفنا الأخلاقية والقيمية هنا ليجاس مثلا سنأخذ مثال يعني استعمال الماريجوانا ماريجوانا دو jugement doit être modifié quand nous remplaçons l'interprétation de celui-ci comme de débridé dingo pervers passé اذا فبالنسبه لاستعمال وتدخيل الماريجوانا موقفنا يمكن ان يتغير اذا انتقلنا من اعتبارها مجرد شهوه ورغبه جامحه ويعني منحرفه اذا اعتبرناها بانها يعني بانها توجه نفسي يعني لا, لا, يعني لا نستطيع او لا نكره فيه او يعني توجه هدفه انه يسكن مثلا صراع داخلي، اذا اعتبرنا ان هناك حاجه مثلا نفسيه. اذا موقفنا سيتغير، اذا اعتبرنا بان اذا قمنا بالحكم على مثلا شخص يستعمل يستعمل الماريجوانا اذا قلنا بان هذا الشخص يدخن لانه يريد فقط ان يدخن يعني هكذا كشهوه عابره ورغبه جامحه الى اخره الامر يختلف لو قلنا بان هذا الشخص يعتبر تدخين الماريجوانا كحاجه نفسيه او لنسيان بعض المشاكل ممكن ان يختلف يعني حكمنا حول الشخص نطره حكمون شونج دو نوفو كون نوز لكن كذلك موقفنا الاخلاقي وحكمنا القيمي يختلف ايضا اذا اعتبرنا بان تدخين الماريغوانا من طرف ذلك الشخص وعباره عن طرفه حريه اذا مثلا اذا اذا اعتبرنا بان الشخص الذي يدخن الماريغوانا يعني حر يعني مجرد يعني هو يقوم بعمل ترفيهي كأي ترفيه هنا سيتغير موقفنا القيمي والأخلاقي بنفس الشيء بالنسبة مثلا للعلاقات الجنسية إذا مثلا اعتبرنا بأن علاقة جنسية بين شخص وشخص عبارة عن مثلا خطأ قد نقول بأن الشخص أخطأ ومارس علاقة جنسية غير شرعية لكن اذا يعني حكمنا على ذلك ان ذاك الشخص تعمد او كذا ودائما يقوم اذا سيكون الموقف مختلفا واذا اعتبرنا ان ذلك حريه ولا شان لنا في ذلك سيتغير الموقف اذا الموقف المواقف تتغير Quant à ceux d'entre nous qui se préoccupent d'élargir au maximum le champ des libertés, ils concentreront leur attention sur les dommages. Mais يقول هوورد بيكر يعني بالنسبه لمواقفنا من مدخني الماريغوانا يمكن ان تتغير يعني حسب درجات او كيف ننظر الى الفعل لا لكن يقول بالنسبه لنا الذين نبحث عن توسيع يعني مجال الحريات سوف نركز اكثر على الخسائر التي يسببها القمع يعني او يعني المجتمع لهؤلاء فنحن سوف نركز مثلا على الخسائر التي يسببها المجتمع عندما يقمع مدخني الماريجوانا البعض سيقول لك المدخن الماريجوانا كذا يركز عليه البعض يقول لك حريه شخصيه كل يعني كل شخص سينظر الى زاويه معينه لكن هناك من سينظر من زاوية أخرى يقول, يقول بأنه يجب أن ننظر إلى كيف ينظر الناس إلى هؤلاء والمجتمع وما هي الأضرار التي يسببها المجتمع لهؤلاء هنا يعني هذه هي الدراسة السوسيولوجية طبعا إيزيتيديوغون بوتاتخ لا ميزون نوفغ دي سيستيم دو سونكسيون إذا هنا الدراسات قد تدرس مثلا اعتماد انظمة العقاب لو ديفلوبمون دي زانتيغي بخوبخ دي بيروكات طبعا كذلك فيما يخص المصالح الخاصة بالبيروقراطيين المسؤولين كذلك لي فوغس كي ديتوغن سو سيستيم دو لوغ القوى التي تحور الأنظمة لصالح أهدافها كذلك لو ديكالاج التباين التباين الذي يكون بين الأهداف والظروف والنتائج نتائج استعمال الماريجوانا تو كل هذه الأشياء ندرسها لأننا يقول بأننا ندرس كل هذه الأشياء لأننا نعتبر قيمة او نعطي قيمه ل باسكو نو تونون ا سيت فالور باننا مرتبطين بقيمه وهي قيمه الحريه نو سورون بري ا ديكوفريغ كو نو زونكيت ريبوز سور دي بريميس لكننا سنكون مستعدين لاكتشاف ان تحقيقاتنا تعتمد على مقدمات خاطئه اي كو با اكزومبل ومثلا لي سيستيم دو ريبريسيون يعني يقول باننا نسرون يعني نكون مستعدين لاكتشاف ان تحقيقاتنا تعتمد على مقدمات خاطئه ومثلا يعني انظمه القمع يعني انظمه قمع طبعا من الانحراف فهي تتصرف بفعاليه و يعني بامانه الى اخره من اجل انهاء الصعوبات التي يجدها هؤلاء الاشخاص الى اخره يعني هنا طبعا في موقف مخالف لي سوسيولوج كي بوزيسيون ايتيك هناك سوسيولوجيين اخرين سينطلقون من مواقف اخلاقيه اخرى من خلال دراسه تاثير الاقران في تدخيل الماريجوانا او تاثير لي ميديا تاثير وسائل الاعلام او تاثير يعني عناصر اخرى التي تؤدي الى استعمال المخدر او مثلا تاثير يعني غياب طبعا اكراهات اخلاقيه الى اخره والتي تؤدي الى تقويض النظام الاجتماعي اذا البعض سيدرس هذه الاشياء سيدرس الماريغوانا من خلال هذا الموقف لانه لديه موقف اخلاقي اخر Ils examineront la manière subtile dont ces pressions qui contraignent les gens à utiliser de la drogue aboutissent à, à limiter leur liberté. C'est-à-dire la nous en comme le redoutent couramment les théories psychologiques antérieures, même s'il s'agit d'un mécanisme différent. Ils aussi devront aussi être prêts à découvrir, eux يجب أن يكونوا مستعدين لاكتشاف أن من يعني أن مقدماتهم كانت خاطئة يعني قد تكون خاطئة وفرضياتهم أيضا بينما هناك أيضا سوسيولوجيين آخرين سوف يغيبون تماما عن دراسة هذه المواضيع يعني بعض السوسيولوجيين سيكون لديهم موقف أخلاقي وقيمي مختلف ما هو هذا الموقف هو أنه سيغيب تماما عن دراسة هذه المواضيع لانه سيعتبرها انها يعني لا تعنيه مثلا ساعطيكم مثال هناك بعض بعض الباحثين لو تقول له مثلا هل تستطيع ان تدرس الشذوذ الجنسي يقول لك لا لا استطيع يعني سوف يغيب تماما او مواضيع اخرى إذن هناك بعض المواضيع التي ربما الجراء, لأخليه, الشخص, يعني, للموضوع. للموضوع. إذن, les a de théories interactionnistes de la déveillance sont mises sur la, la, la sellette quand leurs critiques trouvent que cette description compliquée des relations entre de recherche scientifique et jugement éthique est trop subtile et contournée.

ف نفس الشيء هناك انتقادات اخرى من طرف اليسار لي دو غوش الانتقادات اليساريه تؤكد ان النظريه التفاعليه ترفض الاعتراف بالاضطهاد الطبقي بالتمييز الاجتماعي بالامبرياليه تقول يعني الانتقادات اليسار يعني من جانب اليسار بان النظريه التفاعليه ترفض الاعتراف بان الاضطهاد الطبقي والتمييز الاجتماعي الى اخره كلها يعني اشياء انحرافيه او لا فقرته لانجستيس او يعني ترفض اعتبار ان الفقر ولا عداله هي حقا مشاكل اجتماعيه اذا لاحظوا يعني بأن النظريات النظريه التفاعليه او النظريه التفاعليه للانحراف تلقت انتقادات من اليمين ومن اليسار من اليمين لانها اعتبرت كونها تخالف النظام القائم وتخالف النظريه التقليديه وتريد تقويض النظام العام الى اخره اتهمت ومن اليسار اتهمت كونها لا ليس لها لديها مواقف عدائيه للسلطه بشكل واضح الى آخر. لاحظوا هناك انتقادات من الجانبين وفي نفس الوقت فهورد بيكر في هذا الفصل او في هذا الجزء من هذا الفصل يؤكد على انه هناك صعوبه للباحث في ان يتخلى عن قيمه ومواقفه الاخلاقيه عندما يقوم بدراسه علميه يعني اكد على هذه المساله يقول شك بختي كل طرف, أطراف كل طرف من الاطراف التي تنتقد النظريه التفاعليه فو كو سي مورال بريكونسي كل طرف من الاطراف التي تنتقد النظريه التفاعليه يريد كل طرف يريد بان افكاره الاخلاقيه المتصوره مسبقا تدمج يجب ادماجها في العمل العلمي للسوسيولوجي كتأكيدات واقعية غير خاضعة للفحص كل طرف يريد أن أن يعني يدفع بالسوسيولوجي التفاعلي إلى موقف معين دون إخضاعه للفحص Ainsi je dis que le viol est véritablement déviant ou l'impérialisme véritablement un problème social, je laisse entendre que ces phénomènes possède certaines caractéristiques empiriques qui, de la vue générale, les rendent blâmants. C'est peut-être justement cela que nous pourrions établir par nos recherches. si je dis, الإمبريالية هي انحراف لانه لو فيول الاختصاب يعني النظريات التي تنتقد النظريه التفاعليه من جهه اليمين والوسط تريد من النظريه التفاعليه ان تعتبر الاختصاب انحراف والاخرون يريدون ان ي... واليسار يريد من النظريه التفاعليه ان ان تعتبر الاتحاد الطبقي التمييز الاجتماعي الاخير انحراف هي الانحرافات يقول وهكذا إذا قلت بأن الإغتصاب يعني هو إنحراف حقا أو أن الإمبرياليه هي إنحراف حقا أو أنها مشكل إجتماعي فأنا يعني سأؤكد على أن هذه الظواهر لا تملك خصائص معينه يعني إمبريقيه واقعيه. يقول أنه ممكن أن فعلا هذا ما يمكن ان نؤسسه من خلال الابحاث مي ولكن اون نو ممكن يعني يقول بانه ممكن ان نصل عن طريق الابحاث الى هذه النتيجه ولكن هم يطلبون منا ان نقبل بالامر بالتعريف فقط مثلاً تقول لي هذا انحراف صافي اقبل به ولكن السوسيولوجي التفاعلي لا يقبل بالامر هكذا سيقوم بالدراسه لكي يرى هل فعلا ذلك انحراف ام لا ديفينيغ كالكو شوز كوم ديفيون أو كوم ان بروبلام سوسيال غون لا ديمونستراسيون امبيريك سوبرفلو اذا فاذا ما يقول يقول هوارد بكر اذا عرفنا شيئا ما بانه منحرف أو كونه مشكل اجتماعي منذ البداية فسيجعل البرهان الإمبريقي والميدان غير مجدي وسيحمينا من خطر اكتشاف أن تصوراتنا المسبقة غير دقيقة إذا 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 أخذنا منذ البداية بأن هذا هذا الانحراف هذا الشيء انحراف دون ان نقوم بالدراسه الامبريقيه والميدانيه اذا فالميدان يصبح بدون جدوى <applause> كون نو زانترودوي سون جوجمون مورو دون لي ديفينيسيون بور لي ماتر ا لابري دي فيريفيكاسيون امبيريك نو كوميتون سات فورم ديرور اذن يقول عندما ندخل وندمج احكامنا احكامنا القيميه والاخلاقيه في التعريفات حول الانحراف مثلا لكي نبعدها عن عن الفحص والتاكد الامبريقي فاننا نرتكب خطا اسميه اسميه العاطفانيه او العاطفويه بمعنى اننا مسكونين باشياء عاطفيه نريد ان نؤكدها Les chercheurs souhaitent souvent faire apparaître que certaines associations compliquées de théories sociologiques, de preuves scientifiques et de jugements moraux ne sont qu'affaires de définition. Les chercheurs qui adaptent fortement à certaines valeurs morales ou politiques, quelles qu'elles soient d'ailleurs, semblent spécialement disposés à adopter ce point de vue. Pourquoi des gens souhaitent-ils camoufler leur opinion morale sous le couvert de la science يقول بان بعض الابحاث او بعض الباحثين عفوا سواد سوفون فيغ اباريتغ يريدون ان يظهروا بان بعض الترابطات المعقده بين النظريات السوسيولوجيه والادله العلميه والاحكام القيميه والاخلاقيه ليست ليست سوى مساله التعريف لي شيرشور كي ادير فورتمون ا morales فالور مورال فبعض الباحثين الذين ينخرطون بشكل قوي في بعض القيم الأخلاقية أو السياسية كيفما كانت يبدو أنهم مستعدون لتبني هذا الموقف وهذا الرأي. pourquoi des gens souhaitent-ils camoufler? يقولون لماذا بعض الناس يريدون إخفاء آرائهم الأخلاقية والقيمية تحت عباءة العلم. pourquoi des gens souhaitent-ils camoufler leurs opinions sous le couvert de la science. C'est certainement qu'ils comprennent ou devinent davantage de rhétorique qu'il y a dans la période actuelle à prétendre une ancienne découverte scientifique plutôt qu'admettre que l'on exprime un jugement moral. Toutes les parties intervenant, dans quelques débats sociaux ou moraux importants, tenteront de bénéficier de cet avantage et de présenter leur position morale comme si évidente qu'elle peut être incluse sans problème. Yakroul yeah cool. كل الاطراف المتدخله في نقاش اجتماعي او اخلاقي مهم ستحاول انها تستفيد من هذا الامتياز وتحاول ان تقدم موقفها الاخلاقي كانه هو يعني ايفيدون واضح وكانه هو الراي وكانه هو العلم كالبتتر انكلوز سون والتي يمكن انها تدمجه بدون مشكل في نظرياتها وتعتبره من المسلمات الى اخره جو سوجيغ على غوش وهنا يرجع يعني يرجع هوارد بكر الى اليسار يقول يقول هوارد بيكر جو سوجيغ على غوش كو دون دون جو لي يقول انا اقترح على اليسار الذي اتقاسم معه الاراء يقول باننا يعني Nous haïgem, mais direct et ouvert, la justice et l'unité. Mais en même temps, plutôt que de prétendre déduire le jugement qui condamne celle-ci, ou de prétendre l'appuyer seulement sur des résultats empiriques, il convient d'en analyser de faits, mais direct et ouvert. لا عدالة والاضطهاد وال... لكن بطريقة علمية وليس فقط من خلال يعني هكذا مواقف جاهزة نو ديسبوزيسيون جوجمون جو يقول بأن مواقفنا واحكامنا القيمية والاخلاقية تلعب دورا في عملنا العلمي Mais, il devrait jouer un rôle différent. dans chacune des activités qui constituent le travail d'un sociologue. يجب تلعب دورا مختلفا Quand nous nous Quand nous soumettons nos hypothèses. Nous soumettons nos et nos propositions, et nos à l'épreuve دو لا فيريفيكاسيون امبيريك هي نخضعها الى يعني الميدان التحقق الميداني او الامبيريقي نو نسعى الى تقليص من تاثير الـ 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 الاحكام القيميه par crainte de voir nos désirs d'éteindre sur nos conclusions. Khaufan min anno رغباتنا يعني تسيطر وتطغى على نتائجنا التي نتوصل إليها طبعا من خلال دراسة العلمية مي ولكن كون نو دي بروبلام ولكن عندما نختار إشكاليات للبحث فيها نو أن أون كونت أوتر ديفاع problèmes براتيك et تيوريك tels que l'accès à l'objet étudié ou la perspective de conclusion générale يقول هوارد بيكر ولكن عندما نختار الإشكاليات من أجل البحث فيها فإننا طبعا نأخذ بعين الاعتبار لا غولاسيون دو نو ديكوفيرت بوتنسيال نأخذ بعين الاعتبار علاقة اكتشافاتنا المحتملة مع المشاكل الاخلاقيه التي تهمنا نوولون ديكوفريغ نريد ان نكتشف سينون جوجمون ان سونسون اكزكت هل احكامنا القيميه هي صحيحه دو كالك بوسيبيلتيه دكسيون نو ما هي امكانيات الفعل التي نتوفر عليها كالسون سون سال دي زوخ ما هي يعني امكانيات الفعل للاخرين Les, 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 les Quel profit l'on peut excompter de la maison d'œuvre des connaissances que nous espérons rassembler? Iden kadalika, mada ymkin an istafid min cette Quel profit l'on peut excompter? Quand nous décidons sur la base des résultats de nos recherches, quelle action accomplir et qui doit bénéficier de nos conseils, nos engagements éthiques gouvernent à l'évidence nos choix. Et il dit, Quand nous sur la base des résultats de nos recherches, كالاكسيون يعني ما هي الافعال التي نقوم بها او من سيستفيد من نصائحنا اخره ومن خلال التزاماتنا الاخلاقيه آه يقول عندما نقرر انطلاقا من نتائج ابحاثنا كالاكسيون ما هي الافعال التي يجب ان نقوم بها والاعمال من يستفيد من نصائحنا الى اخره ايتيك فالتزاماتنا الاخلاقيه غوفير ليفيدونس Nos choix. Il y a à l'évidence nos choix. Et donc, choix. Quoi que nous souhaitions encore faire preuve d'exactitude dans l'appréciation des conséquences de tel choix. Enfin, il nous arrive parfois de commencer par choisir nos problèmes et de nos méthodes en fonction des mesures que nous souhaitons voir appliquées et des personnes que nous désirons aider. Enfin, il أننا نختار الموضوع والإشكاليات والمناهج أون فونكسيون تبعا للإجراءات التي نرغب أنها يجب أن تطبق وأيضا تبعا للأشخاص الذين نريد أن نساعدهم إذا هنا يقول هورد هو بيكر بأن القيم التي نتوفر عليها القيم الأخلاقية ومبادئ يعني تتدخل في بعض مراحل البحث خاصة عند اختيار الاشكاليه والم... و يعني المواضيع التي سندرسها ليزوترك كيتيك فورميليو باغ ديفارس سوسيولوج دو تيران هناك ايضا انتقادات اخرى وجهت للنظريه التفاعليه من طرف بعض السوسيولوجي السوسيولوجي الميدان لي سوسيولوج دو تيران كيتيك فمثلا بعض الانتقادات مثلا جولدنر سنه 1968 اكدت بان النظريه التفاعليه للانحراف تبدو بانها تعارض النظام القائم او الانظمه القائمه ولكن في الواقع فهي تساندها لانها تدرس الاعوان المرؤوسين للمؤسسات القمعيه وطبعا تتجنب دراسة الرؤساء والأشخاص الذين يوجدون في مراتب عالية والذين هم مسؤولون عن هذا الاضطهاد والقمع ال زادغي ميم سوسي بل ستساعد هؤلاء يعني لي الرؤساء والمسؤولين من خلال اثاره انتباه الى عدم الانضباط

لا يوجد أي دليل قُدم لمساندة انتقاد مثل هذا الانتقاد، ولا يمكن أيضا أن نضحى أن ندحض هذا الانتقاد بسهولة، ساد كريتيك هذا الانتقاد يعتمد، بورت أوتونسيغ، هذا الانتقاد ساد كريتيك بورت أوتونسيغ لي زوريونتاسيون مورال جينيرال، هذا الانتقاد موجه لتوجهات الأخلاقية العامة. للنظريات التفاعليه كو سور دي كيسيون يعني هو موجه للتوجهات العامه للنظريه النظريه التفاعليه وليس على الاسئله او المسائل التي تعالجها لتوري انتراكسيونست دو لا ديفيونس اذا النظريه التفاعليه للانحراف مثل طبعا توكوم وك وككل نظريات التفاعل بصفة عامة تهتم بالأساس بخيت أتونسيون تهتم بالطريقة التي يعرف بها الأفاعل الاجتماعيون أو تهتم بالطريقة التي يعرف بها الفعل الاجتماعي أنفسهم بطريقة مشتركة وأيضا يعرفون محيطهم وبيئتهم فهي تهتم الأكورد أو تعطي أهمية خاصة للتفاوتات أو الاختلافات في السلطة وفي سلطة التعريف من يملك السلطة لكي يعرف وماذا على مانيير دون دون ان كذلك تهتم يعني النظريه التفاعليه بالطريقه التي يكتسب فيها تكتسب فيها مجموعه يعني سلطه معينه وتستعمل هذه السلطه مثلا تحديد يعني شيء ما او تستعملها لتوصيف مجموعات اخرى الى اخره ليزيليت النخب لي كلاس ديريجونت طبقات الحاكمه لي يعني رؤساء المقاولات لي مثلا الكبار لي زوم الرجال باسكو هنا مين كنقولو لي زوم لي زوم في مقابل لي فام يعني الرجال يعني ك ك كجزء مهيمن على النساء لي بلون البيض كجزء مهيمن على السود بريف باختصار لي جروب دو ستاتوس سوبيريور جينيرال فالمجموعات التي لها وضع عالي في العلاقه طبعا بصفه عامه تحافظ على يعني على سلطتها باغ من خلال ضبط تمثلات العالم الاجتماعي. وليس فقط باشكال اخرى بدائيه للضبط، هي يعني مثلا اليوم الضبط لا يتعلق فقط بالسجن وبالعقاب المادي والجسدي، لا، وانما ايضا هناك نوع من الضبط يتعلق بالتحكم في التمثلات، تمثلات العالم الاجتماعي. بوتيتر يوتيليزتيل دي موان بلو ريدمونتير بو إيتابليغ لو هيجيموني. مي لو بازي. يعني الضبط الذي يعتمد على طبعا التحكم في تعريف في التعريف مثلا هذا انحراف هذا ليس انحراف في ليتيكات يعني الالصاق اجي افيك بلوس دو كو اذا هذا الضبط الذي يعتمد على التعريف وعلى الالصاق يعني ليتيكات فهو يتصرف بطريقه يعني ناعمه وبكلفة أقل وهو وهذا هو النوع من الضبط الذي تفضله المجموعات المهيمنة والتي توجد في وضع أفضل إذن لاتاك كونتر اون إيارشي كومونس إذن فالهجوم ضد هذه التراتبية وضد تلك الطبقات المهيمنة والمجموعات المهيمنة يبدأ بماذا؟ يبدأ بالهجوم على التعريف التي تنتجها تلك المجموعات، على الايتيكات، على البطاقات التي تلصقها بالاخرين، على التمثلات التقليديه على التي تضع حول هويه الاشخاص والاشياء. يعني هناك حرب تتعلق بالتمثلات الى اخره. au اذن اعتذر خلال التاريخ يقول باننا اعتمدنا على بعض اشكال من الضبط التي هي دي خفيه تعتمد على ضبط التعاريف وليزيتيكات والوصم الذي نلصقه بالاخرين نطبقه على الاخرين نوزيكزارسون اكونترول يعني نستعمل نوع من الضبط من خلال اتهام الآخرين بأنهم ارتكبوا أفعال انحرافية بأنواع مختلفة مثلا المجتمع قد يضبط من خلال فقط يعني التهمة يعني يضبط الفعل من خلال التهمة والصفة والوصم وزيتازيوني مثلا في الولايات المتحدة الأمريكية كانوا يتابعون الم يعني المعارضين السياسيين بانهم يستعملوا المخدرات القويه وغير المشروعه برسك لي زيتا يعني تقريبا كل الدول الحديثه تستعمل يعني هذه التشخيصات وتستعمل لي بيرسونال تستعمل, تستعمل ايضا مثلا تستعمل تستعمل لا بسيكياتري تستعمل علم النفس الى اخره من اجل مثلا بعض الاحيان سجن بعض الأفراد المعارضين سياسيا كونهم مرضى قد يأخذون مثلا شخص ما هو ليس مريض نفسيا يقول لك هذا راه مريض نفسيا راه فقط معارض سياسي ويضعونه في السجن كما هو الحال بالنسبة لإزراب بوند في الولايات المتحدة الأمريكية أو ميد, ميد, ميد فيديف لاحظوا هذه المسألة اليوم مثلا أنا سأقول لكم يعني بين قوسين الوسائل المستعملة أيضا في الضبط هناك مثلا حتى مثلا الآن يستعمل القضاء يستعمل القضاء من أجل طبعا سجن المعارضين إلى آخره والإعلام أيضا من أجل تشويه تشويه المعارضين إلى آخره إتودي لافاسو دون ليزونتربرونور دو مورال لي نورم إذا دراسة الطريقة التي من خلالها يقوم مقاول الأخلاق بوضع المعايير وتطبيقها في حالات خاصه فهو دراسه للكيفية التي من خلالها تحافظ الفئات العليا على مواقعها بس يعني ان ب... دوترو ب... ب... بعباره اخرى إذن ندرس بعض أشكال الاضطهاد والقمع والقهر إلى موين بغل كال والوسائل التي من خلالها يكتسب هذا القهر شرعيته ويصبح عادي وأغدينا نغمة أغدينا. la la plus grande partie des recherches interactionnistes sur la déviance. أغلب أو جزء كبير من الأبحاث ال الن تفاعلية حول الانحراف se sont Ceux qui se livrent aux, diffé aux différentes formes de délinquance et de vice aussi bien que ceux des agents chargés de faire respecter les normes qu'ils côtoient dans leur existence. Nous avons eu tendance à étudier le plus, plus souvent les policiers, le personnel auxiliaire, les hôpitaux psychiatriques, les gardiens de prison الليبسيكياتر الىو semblable que les supérieurs de ceux-ci ou les supérieurs de leurs supérieurs يقول باننا فعلا كان لدينا طبعا توجه عام اننا في الغالب كنا ندرس شرطه مساعدين في المستشفيات النفسيه ندرس مثلا حراس السجون ندرس طبعا لبسيكياتر ولكن لي يعني الاشخاص الذين وجدوا في مقام اعلى الى اخره او اكثر منهم لا يتم دراستهم او اقل لكن هناك بعض الاستثناءات بعض الاستثناءات مثلا دراسه حول لادميستراسيون بينيتونسيير دو ميسنجر هذا يعني الاداره السجنيه كان هناك دراسه ايضا للاطر العليا للشركات والمقاوله كادر سوبر دو دالتون 1959 كذلك لابليكاسيون باخ كذلك تطبيق نظرية الانحراف على موفمون دو يعني حركات المعارضة السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية من طرف سكولنيك 1969 يعني هاته الدراسات التي ذكرتها قبل قليل يعني درست أشخاص ينتمون إلى طبقات عليا عكس يعني الدرسات أغلب الدراسات

هذه الدراسات يعني لديها فوائد لماذا لو فيريتابل ايفي دو لاتونسيون بورتي نيفو اي دو جوتي لو دوت لي لانه يعني الاهتمام بهذا المستوى مثلا المستوى بالمرؤوسين ففي نفس الوقت يعني فيه اتهام والقاء الشك على السلطات العليا لانها هي المسؤوله عن المرؤوسين سواء امرت بالافعال بشكل واضح او بشكل غامض او حتى ولو يعني طبعا انكرت تلك يعني أن كونها اعطت اوامر للقيام بافعال معينه يعني المسؤوليه ستقع على الرأي يعني على المسؤولين الكبار او السوبيريور ميم سي اوكان جينيرال رغم ان مثلا ساعطيكم مثال في تاثير يعني هذه الدرس ميم سي او كان جينيرال رغم انه لم يوجد اي او يعني اي جينيرال جينيرال قدم للعداله في الولايات المتحده الامريكيه بسبب مجزره ماي لايف في تايلاند دو تال الا ان تلك الاحداث هزت ثقه الناس والشعب الامريكي هزت ثقه الناس والشعب الامريكي في استقامه الاستقامة الاخلاقيه للتدخل الامريكي العسكري في فيتنام وايضا هزت ثقه المواطنين في المسؤولين الكبار دو De même, lorsque nous comprenons que psychiatre scolaire se comporte plus en des institutions نفهم بان لي بسيكياتر سكولير النفسيين اللي في المدرسه يتصرفون كاعوان للمؤسسات المدرسيه وليس لممثلين للمرضى نو بيردون نفقد الثقه التي كانت عندنا في المؤسسات النفسيه الرسميه لونبريسمون دو دي بار دي بورت بارول اوفيسيال دي بلوّ niveau

في حالة وجود مثلا فساد أو عدم كفاءة أو لا عدالة، ولو وجدت في المستوى الدنيوي، هذا يعني كفيل بكون يعني لجعلنا نفهم بأن هناك ترابط، يعني هناك ترابط ما بين يعني مثلا الفساد، سأعطيكم مثال الفساد، لماذا بعض الأنظمة ترى الفساد على المستوى الدنيوي ولا تحاربه؟ Il y a une façade, à la mousse de l'union, mais nous devons la faire. Et nous devons la façade à l'esprit il faut laisser la façade à haut. Il y a une thérapie. Et donc, au moins, euh, même lorsqu'elle concerne les niveaux inférieurs, dev, euh, devrait nous faire comprendre au moins aussi clairement qu à quel point ces analyses attaquent les institutions. انتم كleur agents ونعم اذا يعني الهجوم على طبعا كما اشرنا على المستوى الدنيا على المرؤوسين يعني في نفس الوقت هو يعني هجوم على المؤسسات وعلى المسؤولين الكبار دوت روشير سون سبيسيالمون فالابحاث مثل هذه الابحاث والتي كما اشرنا الابحاث التفاعليه الأَبْحَاثِ يعني النظريه التفاعليه للانحراف هي بشكل خاص مزعجه مقلقه للمؤسسات Irritante pour les institutions qui nous ont permis d'examiner leurs pratiques à la lumière de leurs buts proclamés et des descriptions qu'elles aiment euh, à donner ouais. de ce que, de, dont elles s'occupent. Pour cette raison, notre travail comporte invariablement une tendance critique quand il aboutit à des conclusions qui peuvent être interprétées comme une appréciation du fonctionnement d'une collectivité. أو دون دو سي اذا يقول لك بان العمل هنا فهو طبعا لديه توجه نقدي اذا الامور اصبحت واضحه هناك خاتمه خاتمه لهذا الفصل او لهذا الجزء اذا سوف نقرا الخاتمه كونكلوزيون خاتمه لابروش انتراكسيونيست دو لا ديفيونس

ولكنها تجعل euh, تصورنا الاخلاقي اكثر تعقيدا لابروش انتراكسيونيست اونتربريس لا دوبل تاش فالمقاربه التفاعليه اخذت يعني مهمه مزدوجه دوك لا يعني توضيح وفي نفس الوقت تعقيد اون فوزون بروندر كونسيونس او سوسيولوج دو لا نيسيسيتي دانكلور دون لور ايتود دي فينومين ديفيون ان انسمبل بو فاست دو بيرسون ديفينمون لانها تتطلب من السوسيولوجيين انهم يدمجون في دراساتهم للظواهر ظواهر الانحراف مجموعه كبيره وواسعه من الاشخاص والاحداث. اي اون لي سونسبيليزون لانبوغتونس في. يقول باننا ندرس في, في التفاعلية ندرس كل الفاعلين المساهمين في هذه في الدراما الاخلاقيه وفي في الدراما الاخلاقيه. ندرس لي زاكوزاتور ندرس المتهم المتهمون والمتهمين يعني ندرس المتهمون وكذلك المتهمين ومن دون ان نستثني دون سون سوستراغ ا نو زونكيت بار ريسبي دي كونفونسيون سوسيال من دون ان نستثني اي فرد سواء كان هذا الفرد حتى وان كان هذا الفرد او بلاسي يعني حتى وان كان هذا الفرد يعني مرتقين و مصنف ضمن الفئات يعني العليا نوزيكزامينو اذا نفحص بشكل دقيق الأف... يعني الانشطه الأف... فعليا اون طونطون دو كومبروندر من من خلال محاوله فهم الظروف التي دون ليكال اجيستو سي ظروف التي في من خلالها يتصرف كل الفاعلين المعنيين طبعا نو نرفض أن ا انفوكي دي ميستيريوز وبالتالي نحن نرفض يقول في النظرية التفاعلية اننا نستحضر قوى اسطورية او غريبة او اشياء خفية لتفسير يعني الانحراف اي نو او سيريو ونأخذ بشكل جدي تأويل الحس المشترك الذي يثير انتباهنا اوسي بيان سور سو نو بوفون فوا كليرمون الذي طبعا يثير انتباهنا ايضا الى الاشياء التي يمكن ان نراها بشكل واضح حول مجموعه من الاحداث لي زانتيغي كي دوموند دو سوبتيلتي دون لو دي دوني دون لاناليس تيوريك يقول ان سكون نيفو في مستوى ثاني فالنظريه التفاعليه تبين للسوسيولوجيين أهمية يعني لامبورطونس بريمورديال اهميه يعني الاولويه او الاهميه الكبرى من صحه التعبير دون تو لي اسبي دي درام دو لا ديفيونس دو لامبوزيسيون دو ديفينيسيون كيل سو... كو سيل سي كونسيرن لي سيتوياسيون لي زاكت او لي كاتيجوري دو بيرسون اذا ف على مستوى ثاني النظريه التفاعليه تبين اهميه الكبرى طبعا لدراسة مختلف جوانب الانحراف سواء الأمر يتعلق بفرض التعاريف تحديد مثلا هل هذا منحرف أو لا أو فيما يتعلق بالوضعيات أو فيما يتعلق بالأفعال أو فيما يتعلق بالأشخاص إلى آخره إن إذا فهم كامل يتطلب دراسة معمقة لهاته التعريفات

بدراستنا لمقاول الاخلاق لي دو مورال يعني بمعنى الاشخاص الذين يسعون الى تطبيق المعايير وايضا الى فرض المعايير درسنا هؤلاء الاشخاص او سي بيان سو كي ا كونترولي وكذلك الاشخاص الذين يبحث يعني وكذلك الاشخاص الاخرين الذين يريدون ان يضبطوهم بمعنى الذين يسمونهم منحرفين فليزاناليز انتيراكسيونست فالتحاليل التفاعليه

الموقع والسلطة لكي هي التي تحدد هذا منحرف هذا غير منحرف هذا أخلاقي هذا غير أخلاقي إذن هذه النظريات هي طبعا تكشف كل هذه الأشياء إذن فنظريات التفاعلية أيضا أو الدراسات أو التحاليل التفاعلية للظواهر الانحرافية تصبح أيضا جدرية دون ان ديرني صونص في معنى أخير وهو باغ لو في كال سون تخيتي كوم راديكال لأنها طبعا أيضا تعتبر جذرية من طرف السلطات القائمة أو السلطات التقليدية كون لي زوتوريتي اكزيرس لو بوفوار أون كورون بور إون بار أو بغوياج إي أ لا ميستيفيكاسيون إذا إذا ما كانت مثلا السلطات تمارس السلطة بالرجوع الى يعني في في جزء من سلطتها الى التشويش والى لا وإلى محاوله ان نضع الاشياء طبعا غامضه فالعلم يعني العلم يجعل الاشياء اكثر وضوحا ويهاجم الاسس التي تعتمد عليها أو التي يعتمد عليها النظام القائم أو السلطة إذن ليزوتوغيتي دون غلاف ليزانستيتيسيون لي دومين اتيوديي بار لي روشيس وبالتالي السّلطات، والتي طبعا تنبثق منها المؤسسات والمجالات التي تدرسها النظريات التفاعلية تهاجم الدراسات التفاعلية وتعتبرها بأنها تخدم يعني لها موقف معين بكونها أنها غير قادرة على

Même si nous le voulions, les autorités qui se sentent soumises à des attaques détruiraient l'illusion d'une science neutre en insistant sur le fait que nous sommes responsables des conséquences morales de nos recherches. Cette discussion des développements récents de la théorie de la déviance conduit à prendre en compte la signification morale de la sociologie contemporaine, mais elle ne constitue qu'un premier pas. Dans cette voie. Nous pouvons faire d'autres progrès vers la solution euh, de ce problème, et puis en examinant de la même manière d'autres domaines de la sociologie, tels que les institutions d'enseignement le et l'affairé. Alors, je suis arrivé à la fin de cette partie, et à la fin du livre, bien sûr, nous sommes arrivés à la fin du livre. Donc, je vais vous une idée, un petit délai. حول ما قرأته اليوم أو ما ترجمته اليوم هو أنه طبعا الجزء الذي قرأته بعنوان لي بروبلام مغول إشكاليات أخلاقية تطرح بالنسبة للباحث أولا النظرية التفاعلية هجمت من طرف اليمين من طرف سلطة القائمة اليمين طبعا الذي يدعم السلطة القائمة الوسط وأيضا هجمت من طرف المعارضين اليسار وهجمت من طرف الجناح اليساري للسوسيولوجيا الميدان البعض اعتبرها كونها تقود النظام العام والبعض الاخر اعتبرها كونها لا تصرح بعدائها للنظام القائم وبالتالي فالجميع انتقدها في نفس الوقت هوارد بيكر اكد بان السوسيولوجي احيانا يصعب عليه ان يميز بين عمله كسوسيولوجي وبين كونه مواطنا لديه مواقف قيمية وبالتالي أحيانا تتأثر أو يتأثر عمله الميداني والعمل البحثي يتأثر بقيمه ومواقفه خاصة عند اختياره لموضوع الدراسة والإشكالية الأخرى، وبالتالي فطبعا هو يسعى سوف يسعى إلى أن يكون علميا وأن يكون موضوعيا ولكن لا شك ان هناك تاثير مع ذلك فهو هورت بيكر يؤكد على أن الدراسات التفاعلية هي دراسات علمية بخلاف ما يرغب فيه مثلا أنصار اليسار الذين يريدون من السوسيولوجيين أن يتخذوا مواقف داعمة لهم بشكل واضح دون الرجوع أو الاستناد إلى دراسات علمية وإمبريقية إذن بخلاصة هذا هو يعني خلاصة هذا الجزء من الفصل العاشر وبه نكون قد انتهينا من قراءه هذا الكتاب وترجمه اغلب فصوله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته